إذاعة ابتسامات تونسية تقدم صبر الآراء. ألو عسلامة. ويا عسلامة. معهد ابتسامة الإحصائيات. مرحبا. نجم نسلك شوية أسئلة؟ أيه تفضل مثال. باه. قداش لازم جربوع؟ زهرك أنت دوما مانيش قاعدة نخدم معناتها أنا عندي الوقت الكافي. تي أنا مزهر في حياتي كامل. إيه؟ قداش لازمو الفار باش يولي جربوع؟ قداش لازمو من عام باش يكبر كي ويكون ويولي جربوع؟ الفار قداش لازمو من عام باش يولي جربوع قال؟ شكون اللي يضحك؟ شكون اللي يضحك بحذاك؟ سلكي في الخدمة الكل. باهي عديلي عديلي واحد منهم. إيزا؟ ها معاك يحيى. هات يحيى. إيزا يحيى. ها معاك. وي. عسلامة يحيى. عسلامة. أنا سي الشريف من معهد ابتسامة الإحصائيات. إي. نسألك سؤال. تفضل. انا هي البلاد اللي ما كانش عندها بحر والدولة متاعهم خذت برشا قروض وعملت للمواطنين عملت لهم بحر وبحر بالقديم مش بيسين بحر مالح وفيه حوت وكل شيء والحوت على فكرة شراوا برشا حوتات من تونس برشا حوتات شنو؟ شراوهم برشا من تونس من أي البحر هم عملوه في بلاد طلعها انت شنايا والحوت خذاوه من تونس مش من تونس كهو بوم شيء ما سؤال خطير هذا ما عرفتش لا قالت انا البلاد اللي شراولها بحر ما عندهمش بحر وشراولها بحر قطر قالوا لك قطر فيها بحر هي تو معناتها باه هاني قايت الاجابه نتاعي الرمله في قداش من عام الياجوره تولي طرف رخام الياجور عمره ما يرجع رخام الياجور عمره ما يرجع رخام كيما جديد عمره ما يرجع رخام كيفك فيه؟ كيما جديد عمره ما يرجع رخام ولا رخام عمره ما يصدق معناتها حاجات ما يصدقوش باه فهمتك باه هاو مش نسألك سؤال ماله قداش لازمه من عام الذهب باش يصدد؟ الذهب ما يتصددش الذهب يرق يرق وما يصددش وما يلقى الما يلقى واحد هاني قايت الإجابات نتاعك مرحبا وإن شاء الله تقعد عادي في راديو إي إف إم باهي صبر الآراء إذاعة ابتسامة تونسية أينما كنت نحن هنا